الحمد لله رب العالمين، أحمدك اللهم حمد الشاكرين على آلائك، وأشكرك اللهم شكر المستزيدين من نعمائك. فيا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد في ملكوته بصفات الجمال والجلال والكمال، والمنزه سبحانه في عليائه عما شان من خلق الخلق على أبدع وأتقن وأروع ما يقول سبحانه. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم بإحسان إلى يوم الدين، صلى الله عليك وسلم طبيب قلبي يا رسول الله، يا من أدبك ربك فأحسن تأديبك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم، أدبك ربك فأحسن تأديبك، وما للدين نصيب في قلب المسلم دون أدب، وأرقى ما مدح به رسول الله هو الأدب. فاللهم أدبنا بأدب حبيبك المصطفى، وعلمنا خلق نبيك المصطفى، وارزقنا الاقتداء بأدب سيد الأولين والآخرين. ثم أما بعد، فعلى ثلاثة محاور يجب أن يعمل العقلاء في هذه الآونة وفي الأيام المقبلة، على ثلاثة محاور يجب أن يعمل كل عاقل في أيامنا هذه وفي هذه الفترة المقبلة علينا، فإننا نمر بأيام أقل ما توصف به أنها صعبة، وأسأل الله تعالى أن ييسرها على جميع المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. هذه المحاور الثلاثة أيها الأحبة الأكارم جاءت في نص حديث من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم في موقف عبقري محمدي إلهي، عبارة عن وحي من الله. أقول أيها الأحبة الأكارم إنه موقف عبقري محمدي، نعم، رسالة من الغيب في موقف محمدي برز بين يدي أصحاب رسول الله. عبقرية هذا الموقف تكمن في هذا الرابط العجيب بين هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي في هذا الموقف صلى الله عليه وسلم. هذا الرابط عجيب بحق، إنه رابط لا يخرج إلا من فم المعصوم صلى الله عليه وسلم، رسالة إلى كل عاقل. ونحن في هذه الأيام مقبلون على شهر رمضان، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرفع الهم والغم والغلاء عن هذه الأمة المحمدية. قولوا أمين يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة الأكارم، هذا الموقف أخرجه الترمذي بسند حسن، إذ قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث: حسن، يعني إسناده إلى رسول الله إسناد حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه. الآن أيها الأحباب استعدوا، فإني سأذكر لحضراتكم موقفا من المواقف الإلهية المحمدية، رسالة في غاية الدقة يجب أن ينتبه لها كل عاقل. يا أحبابي، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه،
أني متلمس لحضراتكم هذه العبقرية النبوية. أسمعوني الصلاة على النبي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رفع رسول الله المنبر. إذا كان الموقف في موقف جمع أو في خطبة جمعة، كأنها رسالة يريد أن يوصلها إلى جمع غفير من أصحابه، بل إلى المسلمين إلى يوم القيامة. رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين. ثم قال: آمين. ثم قال: آمين. كم مرة يا جماعة؟ 3 مرات صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يرقب المشهد ويعد الألفاظ المحمدية؟ إنه أبو هريرة. وكذلك فعل أصحاب رسول الله، فكل لفظة خرجت من فمه قيدت وكتبت وحفظت وعمل بها، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. في رقيه المنبر قال: آمين. كم مرة؟ 3 مرات، وكل واحدة تنبئ عن محور من المحاور الثلاثة. فقالوا، يعني بعد أن أنهى خطبته صلى الله عليه وسلم، قالوا: فعلت شيئا لم تكن تفعله قبل ذلك يا رسول الله، ما كنا نراك تفعل، قلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم، الآن انتبه، فقال بأبي هو وأمي: أتاني جبريل. هل ينطق بالكلام من عند نفسه؟ أم أنه وحي يوحى من قبل الله تعالى؟ إنه وحي يا جماعة، وما ينطق عن الهوى. في رقيه المنبر أتاه جبريل، قال: أتاني جبريل. فقال: يا محمد، رقم أنف عبد أدرك أبواه أو أحدهما لم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. ثم قال: يا محمد، رقم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. قلت: آمين. ثم قال: يا محمد، رقم أنف عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فقلت: آمين. هذه آمين 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 3. والسؤال، لأن الوقت يداهمني، ما علاقة الأبوين وبرهما مع دخول رمضان مع الصلاة والتسليم على سيد الأنام؟ قالوا: هي 3 محاور. إن قام العبد بالعمل عليها في أوقات الأزمات والمحن، والمحور الثاني يمثل العبادة والإقبال على الله، والمحور الثالث يمثل التزكية والتأدب بأدب محمد. من أدب سيدنا النبي إذا طرقت ولم يفتح لك أن ترجع، ده إذا كنت عارف حاجة عن الدين والصلاة والعبادة، وعارف إن سيدنا النبي بيقول اتخبط ما فتحلكش ترجع. هذا إن كنت تعرف شيئا عن هذا الحبيب المصطفى. أما وأن يتجاوز العبد ظنا أنه يعبد الله ويصلي، فهذا قادح في الدين قبل أن يكون قادحا في صحة الصلاة. ومن قال لأخيه اصمت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومن
وصلة، هكذا قال رسول الله. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فاسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يدركون رمضان، واستعدوا له حتى لا يمر علينا دون أن يغفر لنا. ومن أسباب عدم المغفرة ملء القلوب من الأحقاد والضغائن والكبر والكذا من أمراض القلوب الشهيرة. استعدوا لرمضان يا سادة، فإنها لن تأتي علينا إلا الجمعة القادمة إلا ونصبح صائمين لله تعالى في نهار رمضان. هذا إن كنا ممن سيبقينا الله، وإلا فنقول اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، واخبرنا ما دام في الموت راحة لنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال جبريل: ورغم أنف عبد ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سأل ربكم العافية يستجيب لكم وتائب من ذنبي كمن لا ذنب له. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البشر والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من بر الضعفاء والكبار خاصة الوالدين، واستعدوا لرمضان بما يليق به، وأكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا الحبيب المصطفى، واسأل الله من قلوبكم أن يرفع عنا الهم والغم. اللهم ارفع عن هذه الأمة همها، اللهم ارفع عن هذه الأمة همها، واكشف عنها كربها، اللهم اكشف عن أمتنا كربها، ويسر يا ربنا لأمتنا أحوالها، وردنا جميعا إلى دينك وخلق نبيك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، وعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا ضعفاء مذنبون يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا يا ربنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم يا ربنا انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم بلغنا رمضان، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعلنا من المكثرين من الصلاة والتسليم على نبيك المصطفى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك حي قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.